في ملفنا الآن، تضطر العديد من الجزائريات للتخلي عن عملهن والمكوث بالمنزل، لكن بعضهن نجحن في إيجاد طريقة لتأسيس مشاريع خاصة بهن وهن بالمنزل. اليوم نستعرض تجارب بعضهن وأهمية ذلك بالنسبة للمرأة وكذلك الأسرة، مع رئيسة جمعية تحدي المرأة الماكثة بالبيت السيدة شهيرة قويدر التي تحضر معنا هنا في البلاتو. صباحك سعيد سيدة شهيرة، مرحبا بك. صباح النور محمد، شكرا للاستضافة. شكرا لك أنت كذلك على الحضور. إذا جمعية خاصة بالنساء الماكثات في البيت، كيف تأسست هذه الفكرة وكيف يمكن أن نبرز أهمية أن تكون المرأة ماكثة بالبيت لكن لديها أمر معين، مشروع تقوم به في حياتها؟ جمعية المرأة الماكثة في البيت، الفكرة انطلقت، احنا كنا نساء التقينا عن طريق شبكة الفيسبوك، وكانت كل واحدة عندها المنتوج تاعها وكل واحدة عندها الحرفة تاعها، ومن بعد قلنا ولينا نديروا معارض، بعد قلنا وعلاش ما نأطروهاش في إطار جمعية باش نبرزوا هذا النساء ونوروا يعني الحرف اللي عندهم. وكما كان الحال درنا الجمعيه وتاسست، وحنا من خلال لقائنا مع هاد النساء حسينا باللي المراه محتاجه لهذا المتنفس. ومشي كل مره قاعده في الدار باسكو ما قراتش ولا باسكو كاين لي الظروف، كاين اللي عطات الاولويه للاسره تاعها، لكن هذا ما يمنعش انها موهوبه مبدعه. يعني اكتشفنا واحد النساء ما شاء الله، يعني هناك حتى متعلمات ولديهن شهادات عليا. كاين متعلمات وعندهم شهادات عليا، يعني نذكر على حسب المثال كيما اللي دير معنا الصابون التقليدي، هي يعني مهندسه في الكيمياء وكانت ماكثة في البيت تربي في ولادها، ومن بعد التحقت بالجمعيه وعاد دير دورات تكوينيه وتبيع الصابون، تخدم صابون بيو يعني طبيعي، ولقى اقبال كبير. يعني كما معنا تاني كريمه اللي هي المهندسه في الاعلام الالي، واللي هي مشرفه على كاع لي زافيش لابيبليسيتي تاع الجمعيه، وهي ماكثه في البيت وام، والحمد لله اضافت يعني الكثير للجمعيه تاعنا. أكيد نقطة مهمة جدا، هذه أمثلة تبرز بأن المرأة الجزائرية حتى لو مكثت بالبيت تجد حلول. ما هي المشاكل التي تجدها المرأة بعد اختيارها المكوث بالبيت ويدفعها إلى البحث عن مشروع؟ ما الذي يحصل يعني في هذه الفترة وكأنها فترة نقاهة، أو ما الذي يحصل حسب خبرتك وتعاملك مع النساء؟ يعني عن تجربة، لأني أنا ديجا ماما مكثة في البيت، المرأة كي تكون قاعدة في الدار كاين توجو هذه كلمة مسكينة قاعدة في الدار، هذه مسكينة قاعدة في الدار مصطلح وعبارة نستخدمها هذا شغل تواسي، وكل ما عندها محتاجة ان بتيت اسباس تاعها، متنفس تاعها تجد فيه نفسها، تثبت فيه ذاتها، لانك تقعدي مع الدراري تربية ولا خو تحسي كي شغل انت ما راكيش تكزيستي، وبعدين حنا كبروا الاولاد ويبقى الوقت وتحسي باللي ما شغل ما راكيش تكزيستي. وجود المرأة هذه هي هذه تبرز ذاتها، تصيب يعني كما يقولك مساحة باش تبرز ذاتها في المجتمع. يعني في الأخير أنه الاختيارات بعد النساء خاصة بسبب الزواج بسبب الأولاد مكثهن في البيت ونظرة المجتمع كذلك إليهن، يعني ماذا تقولين لبعض النساء لا تختارن هذا الطريق أنه المكوث في البيت؟ شوفي أنا أقول يعني صح، هي الأولوية لأنه المرأة بالفطرة أم قبل كل شيء. يعني انا وحده عطيت الاولويه لولادي لم تندمي على الاختيار. لم اندم على الاختيار، لان اول مهمه واكبر مهمه يعني بالنسبه لي هي اني نربي اولادي وندي واجبي تجاههم، لكن هذا لا يمنع اني صبت متنفس وصبت يعني هذه الجمعيه اللي من خلالها كما قلت التقيت بالنساء وساعدتهم في البروز، ومع كل قصه نجاح كنت نحس بلي انا ديجا راني ننجح معاهم، عشت مع كل وحده مع كل تجربه والحمد لله. يعني إلا جامي تخو تا بو بيان فيغ. يعني لديكم حتى يعني تجارب يعني النساء بعد فتره زمنيه طويله نوعا ما ونجحوا. ونجحوا، وعلاش حنا سميناها تحدي؟ لانها حكايه تحدي. كاين يعني نعطيك على سبيل المثال، كاين وحده معنا اللي هي مهندسه معماريه قعدت على جال وليدها، وكي درنا مسابقه تاع بص مع الزوجات شاركت ونجحت وراحت المعرض يعني باش تثبت الاخر تاعها، وكانت سعيده جدا وحست كي شغل حققت انجاز كبير. الان دور الاسره، دور الرجل اصلا، حتى نتحدث عن هؤلاء النسوة، يعني دخولهن إلى مشاريع مماثلة لابد أن يكون دعم كذلك.
يعني الرجل هل يتقبل أن المرأة بين ليلة وضحاها كانت ماكثة بالبيت وأم ومربية وتطلب بعد ذلك الخروج وبدء مشروع معين؟ شوفي احنا احترمنا انه نحترموا مكوت هذه المراه في البيت، يعني احنا نديروا لها علاش ننظموا معارض كما يقول لك خطره في الشهر الاخر، انه ما يكونش خروج يعني مطلق بشكل دائم، لانه اصلا هذه الاعمال على مستوى المنزل يتم القيام بها على مستوى المنزل، شنو ننظموا معارض ننظموا ملتقيات لكن ماشي بشكل دائم، هذه الحاجه الاولى. ثانيا يعني الرجال كاين اختلاف، كاين رجال اللي دعموا النساء في هذه المشاريع وكانوا معاهم، وكاين النساء اللي تحدوا حتى مع الرجل وفرضوا وجودهم ونجحوا تقريبا ونجحوا الحمد لله. هذه الايام لديكم معرض كذلك تحضرون له؟ رانا نحضروا احتفاليه السنه الامازيغيه مع يعني تحت اشراف المجلس الاعلى الولائي، وراح نديروا عده تظاهرات في عده بلديات. اليوم نصيحتك يا سيده شهيره للنساء ايا كانت، يعني حتى التي تكلمنا على اللي متحصله على شهاده، لكن بعضهن يعني كما اشرت انه لا يفوت الاوان لعمل الامر شيء الصائب. لا يفوت الاوان، انا وش نقول لهم؟ اي امراه يعني عندها فكره عندها مشروع حابه تثبت ذاتها بطريقه او باخرى تتصل بنا وان شاء الله باذن الله نكون. نشاطكم اليوم اصبح وطني تقريبا؟ يعني تقدر تقولي لي عندي اتصالات من كل الولايات. واكبر تحدي او الشكاوي، اكبر الشكاوي التي تتلقينها من طرف بعض النساء ماكثات بالبيت؟ جست تقول لك حابه ندير حاجه وما عرفتش واش ندير، هذا هو الثيم السؤال اللي يكون، وبعد احنا نوجههم حسب ميولاتهم حسب يعني التكوينات تاعهم حسب قدراتهم. وإحنا نعرفوا المراه الجزائريه كما يقال بالعاميه فحله، وكما شاهدنا ان معظمهن نجحنا في هذا في هذه التحديات، نجحنا وفرضنا وجودهم. هن طباخات ماهرات، لهذا انه ربما مجال الطبخ الاكثر شيوعا، هل توافقين الراي؟ مجالات متعدده، مجالات متعدده عديدة. شوفي في الخياطة، في الطبخ، في العجين، في الحلويات، في رسم الزجاج، يعني حتى جانب الفني جميل جدا، رسم السيراميك، يعني كان عدة مواهب يعني ما شاء الله. هنا تحتاج طبعا إلى دعم الأسرة، وهذا ما نشجع عليه سيدة شهيرة. كامل أنا نشجعه، كما يقول لك ماذا بين المرأة هذه تتألق وتكون أم، لكن هذا لا يمنع أنها تكون مبدعة أكيد، وحتى دعم الأبناء إذا كبروا تكون مفخرة لهم. مفخرة لهم بالطبع. سيدة شهيرة قويدة رئيسة جمعية تحدي المرأة الماكثة بالبيت، جزيل الشكر لك على تشريفنا بالحضور وكل التوفيق. شكرا لك سيدتي.